أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي بعباده لخبير بصير ثم الذين اصطفينا من عباده
ibadina. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل لول كبير صدق الله العظيم.